سحر شاطئ مدينة أصيلة يستقطب أطفالاً من مختلف مناطق المغرب. هؤلاء الأطفال قادموا إلى المخيم الصيفي لأصيلة من أجل قضاء عطلتهم الصيفية. محمد واحد من الأطفال 270 المستفيدين من هذا المخيم، قادم من مدينة العيون للتعرف عن قرب على شواطئ مدينة أصيلة واكتساب مهارات ومعارف جديدة. جينا من فرع العيون وحنا هنايا في أنشطة وكنديروا الرسومات والسباحة وكرة القدم. جينا لهذا المخيم باش نتعلموا النشيد والتربية والحفاظ على ذاتنا. الأنشطة اليومية لهذا المخيم تنطلق عند الساعة 9 صباحا بعد تناول وجبة الإفطار وارتداء الزي الرسمي. يطلق هؤلاء الأطفال العنان لأجسادهم في التحرك سباحة وركضا، فيما يفضل آخرون الأنشطة الثقافية والبيئية. فالمخيم الصيفي يوفر أرضية خصبة لصقل شخصيات الأطفال وتعلم كيفية الاعتماد على النفس. جيتنا هذا المخيم كمستفيدة واستفدت بزاف ديال الحوايج، كنتعرف على بنات جدادين وهذه المدينة زوينة بزاف جينا ليها. جينا تعرفنا على هذه المدينة السياحية وتعرفنا على بنات جداد وبزاف الحوايج تعرفنا عليهم، وكنشكروها بزاف اللي خلات الفتاة القراوية تخرج وتتعلم بزاف الحوايج. تندرج هذا الفعل التخييمي ديال هذه السنه في اطار البرنامج الوطني للتخييم الذي اختار كشعار المخيم فضاء التربيه على المواطنه والسلوك المدني. على غرار باقي المراكز، استقبل المركز ديال اصيل الصياف جماعتين مخيمتين، الاولى من منطقه العيون فرع ديال الشروق الوطنيه ومنظمه الكشفيه المحمديه المغربيه. المخيمات الصيفية تساهم أيضاً في زرع قيم التسامح والانفتاح على الآخر، لكونها تضم أطفالاً من مختلف مدن المغرب بلهجات وعادات مختلفة. والمخيم بما يوفره من أنشطة ثقافية وتواصلية فضاء لإبراز هذه اللهجات والعادات والانفتاح عليها.